تشوف المحاضرة بتاعة الدكتور منى. عادي هما الاثنين واحد، بس هي الفكرة ان عشان ما يبقاش في كذا شرح والناس تبقى يبقى عليها لود كبير. طيب بالنسبة للمحاضرة اللي شايفين السلايد؟ حد شايف السلايد اللي انا بعتها؟ ايوه تمام، تمام. ايوه واضحة. طيب انا بس كنت حابة، عشان انا لما كنت شرحت المحاضرة اللي فاتت كان السلايد ما كانتش موجودة، فانا حابة ان انا بما ان السلايد دلوقتي موجودة فان انا ايه اشوف، يعني هراجع خفيف يعني. طبعا اخدنا في المحاضرة الاولانية ايه هي الترانزستور، وعرفنا طبعا ان الترانزستور ده ديفايس مهم جدا، والمفروض ان هو المين ادفانتجز بتوعه او المين تاسكس بتاعته او الفانكشنز ان هو بيشتغل كامبليفاير او سويتش اوف. طبعا قبل الترانزستور ما يكون موجود كان في ديفايسز كتيره بتعمل فكره الامبليفاير، ولكن كان ليها بعض الديس ادفانتجز، سواء كان مثلا السايز بتاعها كبير او هي اكسبنسيف، الحاجات اللي هي التانيه. بدأ الاختراع الترانزستور كان سنة 47، وطبعا كان الترانزستور سبب طفرة كبيرة في عالم الالكترونيكس، بحيث ان هو كان بيتميز بالفانكشناليتي بتاع الامبليفيكيشن او سويتش اوف، وكان ميزته الكبيرة ان هو كان صغير. فكرة ان انا استخدم ديفايس صغير ده طبعا ده كان له ميزة كبيرة، بحيث طبعا احنا دلوقتي تحولنا طبعا من الكمبيوتر لللابتوب، اتحولنا من التليفون العادي للتليفون ده. ففكرة ان انا يبقى في عندي حاجة تخلي يكون صغير بحيث ان الديفايس اللي انا بستعمله يكون صغير، ده كان انجاز عظيم. طبعا طبعا الترانزستور كان عبارة عن اتنين بي ان جونكشن محطوطين جنب بعض، وطبعا في نوعين من الترانزستور، هو الان بي ان والبي ان بي. الامبليفيكيشن جاي ازاي؟ ان انا عندي انبوت سيجنال، مش عارفه اعرف لو انا مثلا دخل لي انبوت سيجنال ايه الامبليفاير، ان انا بدخل انبوت سيجنال على الترانزستور سيركت تحتي بيطلع لي سيركت امبليفايد او سيركت ايه اكبر في الامبليتيود بتاعي. ده فكره الامبليفيكيشن. الامبليفيكيشن ده بيفيدني في الميكروفون مثلا، تمام. طبعا السيركت بتاع الترانزستور دي بتحط كام ترانزستور مع بعض بكونفيجريشن معين، بريزيستورز ريزيستنسز مثلا عند الاميتر، ريزيستنسز بفاليوز معينه عند الكوليكتور، بيطلع لي في الاخر الفانكشن بتاع الامبليفاير. يعني دي الترانزستور سيركت بتاع الامبليفاير. طيب اتفقنا طبعا ان احنا بنعمل نوتيشنز ثانيه للترانزستور، وهي ان انا بدل ما اقول ان بي ان او بي ان بي ممكن اقول الكوليكتور بيز اميتر. وطبعا فرقنا ما بين الكوليكتور بيز اميتر بالنوتيشن دي. هو انا لما بعمل بالسهم كده الدنيا واضحه، يعني بعمل بالسهم كده ولا لازم اعمل كده؟ شايفين كده؟ معلش مش باين السهم اصلا فين. لا يعني مش انا مثلا باين عامله السهم، دي كده باين بالايد دي لا مش باين، مش مش باين، باين. بنشوف السلايدز بس، ما السهم ما بنشوفوش. بيشوفش انا ايدي رايحه فين. طيب يعني ده في كده باينه؟ لا لا برضه. ما فيش اي سهم. يعني لازم اعمل كده عشان يبان يعني. ايوه بالظبط. طيب لحظه طيب ماشي، هحاول ان انا اشوف الحته دي كده وانا شغاله. بس يعني الترانزستور في نوتيشن ثانيه ليه، وهي انه ممكن يشتغل ك ممكن ان انا اقول كوليكتور وبيز وامتر. طبعا اتفقنا فين الكوليكتور وفين البيز وفين الامتر. طيب اولا الترانزستور له اسم ثاني، وهو البي جي تي. بي جي تي اللي هي بايبولر جانكشن ترانزستور، ده اختصار للترانزستور. بايبولر يعني هو ليه اثنين جانكشن، خلاص. كان الترانزستور ليه هي جانكشن واحده اللي هي ان بي ان جانكشن، لكن دي بايبولر يعني هو ليه اثنين. طيب
اتفقنا ان الجنكشن بتاع الترانزستور مش بتتحط ان بي ان كده جنب بعضها، لا لازم يكون في كاركترستيك للدوبنج وفي كاركترستيك للسايز، والكاركترستيك دي هي اللي بتفرق في الفانكشناليتي بتاع الترانزستور. يعني مثلا لو انا عندي الكوليكتور ماشي، طيب لو انا عندي الكوليكتور هنلاقي ان السايز بتاعه اكبر من السايز بتاع الاميتر، والاميتر الدوبنج بتاعه اكبر من الكوليكتور، يعني في كاركترستيك بالنسبه للسايز وفي كاركترستيك بالنسبه للدوبنج، وطبعا كان البيز هو قال لهم في السايز وقال لهم في في الدوبنج. طيب طيب دلوقتي احنا قلنا الترانزستور عشان الديود عشان يتوصل في الدايره، انا مش يعني مش قصدي اراجع المحاضره نفسها، بس عايزه بس السلايدز نبقى احنا شايفين ايه بركز على ايه، او السلايد دي معناها ايه، او بتماتش ايه في اللي انا شرحته. كنا قلنا الترانزستور عشان يتوصل في الدايره، الترانزستور عشان يتوصل في الدايره سوري الديود بيبقى عندي تو مين كونكشنز، يا اما يتوصل فورورد يا اما يتوصل ريفرس، لكن لو وصلت الديود الترانزستور في الدايره بيبقى عندي اربعه، لان هو عنده اثنين بي ان جنكشن فيبقى عندي ايه اربعه. طيب وقلنا نتيجه الاربعه كونفيجريشنز بينتج لي اربعه مودز، واحنا انترستد بثلاثه بس اللي هو الكات اوف والاكتف والساتوريشن. في الاكتف الجنكشن الاولانيه بتتوصل فورورد والجنكشن الثاني بتوصل ريفرس، لكن في الكات اوف الاثنين ريفرس وفي الساتوريشن الاثنين فورورد. طبعا هي نفس الشرح، هنا كان العلاقه بين الالفا والبيتا. طيب دلوقتي احنا خلاص عرفنا ايه هو الترانزستور، ايه الفانكشنز بتاعته، ايه هي انواعه، عايزين بقى نشوف شكل الترانزستور في الدايره. هحط الترانزستور ازاي؟ يعني هحط الترانزستور بحيث كل جنكشن متوصله ببطاريه وخلاص ولا ايه؟ دلوقتي لو انا وصلت عندي احتمالات كتيره جدا، ممكن اوصل الترانزستور بحيث يبقى في عندي هنا في ريزيستنس متوصله بالبيز، او اوصل ريزيستنس بالكوليكتور او ريزيستنس عند الاميتر، في كونفيجريشنز كتيره. يعني اللي انا هشرحه دلوقتي او اللي انا بعيده هو فكره الترانزستور لما اتحط في الدايره. هحطه كده وخلاص بحيث يبقى كل تيرمينال متوصل بالبطاريه وخلاص، ولا بضيف ريزيستنسز، في كومبينيشنز كتيره. فالموست كومن للكونفيجريشنز اللي هي الفيكسد بايز والاميتر بايز والفولتج ديفايدر، كل واحده فيهم ليها ميزه وليها عيب، وبنتقل من الكونفيجريشن للتاني بناء على العيب بتاع الاولاني، وبعمل الكونفيجريشنز دي كلها عشان في الاخر احط ترانزستور بحيث يشتغل كامبليفاير. يعني انهي واحد فيهم افضل كونفيجريشن بحيث ترانزستور يشتغل كامبليفاير، على اساس ان افضل فانكشن انا عايزها هي الترانزستور يشتغل كامبليفاير. طيب في الفيكسد بايز انا حاولت اجرب احط الترانزستور بتاعي في بحيث يبقى البيز متوصله بريزيستنس والكوليكتور متوصل بريزيستنس، وبدات ابص على هنا عايزه النوتيشنز، لان انا بشاور وانتم مش شايفين، طبعا دي حاجه مش منطقيه خالص. هي دي ايه؟ طب انتوا شايفين كده؟ دي شايفينها ولا برضو لازم اعمل كده؟ ايوه كده بدا يبان كده احنا شايفين، يعني لما اعمل انا باللون الاحمر كده شايفين. طيب خلني اشوف، ممكن ابقى اعمل كده، يعني اعمل على ان انا اعلم على حته بتاع دي. طيب دلوقتي انا في الترانزستور في الكونفيجريشن ده انا عندي ريزيستنس عند البيس وعندي ريزيستنس عند الكوليكتور، انا هحاول ادرس الكونفيجريشن ده، بحاول ادرسه بحيث يعني اربط الكونفيجريشن ده هو في الاخر هيبقى مناسب للترانزستور يشتغل كامبليفاير ولا لا. فبعد ما درست الترانزستور في طبقت كيف ال مثلا على اللوب دي وطبقت كيف ال على اللوب دي،
طلع لي رولز معينه، يعني طبعا ده عمل لنا ريفيشن في المحاضره اللي فاتت، تمام؟ طلع لي ان الاي بيز علاقته بالحاجات دي كده، وطلع لي هنا، وطلع لي العلاقه بين الفي سي اي في اللوب الثانيه كده. طيب لو انا حصل، سيبنا من المثال، لو انا حصل وجيت غيرت شويه في الكونفيجريشن بتاع المثال ده، يعني مثلا جيت انا كنت بحل وبعمل الكونفيجريشن بحيث ان انا عندي بستخدم مثلا البيتا ب 50، طب لو جيت خليت البيتا ب 100، ايه اللي هيحصل للاي سي؟ هلاقي ان الاي سي مثلا قيمتها اتغيرت. طيب هل هو منطقي ان انا اكون عامله كونفيجريشن او حاطه ترانزستور في السيركت بريزيستنس ثابته وفي سي سي ثابت وفي بي بي ثابت وكل حاجه ثابته، وفجاه اغير بس بارامتر واحد الاقي ان الاي سي اتغير؟ اولا البيتا، يعني البيتا بتتغير لوحدها مش انا اللي بغيرها. ليه؟ لان البيتا اصلا بتعتمد على التمبريتشر، بتعتمد على درجه حراره الغرفه، ده اولا. ثانيا لو البيتا اتغيرت الاي سي بيتغير، طب ايه العيب في كده؟ يعني لو الاي سي اتغيرت ايه العيب في كده؟ الترانزستور موجود في الدايره بالمنظر ده، موجود مثلا في ال موجود في الاكتيف مود، لو انا عملت له تريسنج مثلا هلاقي انه موجود في الاكتيف مود. طب لو الاي سي انا في بارامتر بيعتمد على الجو، العالم الخارجي بيعتمد على التمبريتشر، والاي سي اتغيرت كده الاي سي بتاعتي او الترانزستور ممكن يخرج من الاكتيف مود، ممكن يخرج من الاكتيف مود، لان الاي سي كل الفاليوز بيبقى لها رينج معين فيه. لو الاي سي خرجت بره رينج معين كده انا ممكن اكون دخلت مثلا في ساتوريشن مود، يبقى انا مش هشتغل كامبليفاير، تمام؟ فلما باجي ادرس كونفيجريشن بدرسه بحيث اشوف الكونفيجريشن ده هل هو مناسب ان الترانزستور، يعني طريقه توصيل الترانزستور في الشكل في الدايره بالمنظر ده هل يضمن لي ان هو هيبقى موجود في الاكتيف مود؟ بالنسبه للكونفيجريشن ده بس هو بيعتمد على البيتا، بحيث ان انا لو غيرت البيتا الاي سي هيتغير، تمام؟ فاحنا عايزين ندور على كونفيجريشن تاني يكون افضل، ما بيعتمدش مثلا على البيتا او اعتماده على البيتا بيكون قليل، بحيث ان الاي سي لما البيتا تتغير مثلا للضعف يبقى الاي سي ما يتغيرش بالمنظر ده، هنا اتغيرت مثلا 2.4، تمام؟ فكان الكونفيجريشن الاولاني الفيكسد بايس، والكونفيجريشن الثاني اللي هناخده دلوقتي اللي هو الاميتر بايس. ايه اللي اتغير فيه؟ ان انا حطيت بس ايه؟ ريزيستنس عند الاميتر. لو جربت اعمل، طبعا انا مش بعيد كل حاجه بالظبط، لو جربت اعيد، لو جربت اطبق الكيف ال على كل لوب هلاقي ان دي العلاقه بين الاي بيس ودي العلاقه بين الفي سي اي. هنلاحظ هنا لو عايزين نشوف الفيكسد بايس، ولما جيت اجيب مثلا الاي بيز هلاقي ان الاي بيز الرول بتاعتها مالها؟ الاي بيز الرول بتاعتها ما فيهاش بيتا، ما فيهاش بيتا، ده معناه ان انا لو غيرت البيتا للضعف لو غيرت الاي بيز هيحصل لها ايه؟ هتفضل زي ما هي مش هتتغير، لان هي اصلا ما اتعملتش على البيتا، تمام؟ طيب هاجي بقى الكونفيجريشن الثاني هلاقيني وانا بعمل الكي في ال على اللوب الاولاني هلاقي الاي بيز مالها؟ فيها بيتا، ده معناه ان لو جيت غيرت البيتا الاي بيز قيمتها هتتغير، الضعف بقى لاي قيمه ثانيه بس هتتغير، هتتغير ليه؟ لان الريليشن فيها بيتا. طيب الكونفيجريشن ده يعتبر الكونفيجريشن ده يعتبر افضل من ال افضل من الكونفيجريشن الاولاني، لان انا دلوقتي قلت ان الاي سي، لو انا هكتب هنا انا كنت بقول ان الاي سي في الفيكسد بايز الاي سي بيساوي بيتا اي بيز، والاي بيز بتعتمدش على البيتا، يبقى الاي سي بيعتمد على البيتا. طيب في الكونفيجريشن الثاني اللي هو الاميتر بايس انا الاي سي بيساوي بيتا اي بي، عايزه بس الاي بي، الاي بيتا دي في المقام بتاعها في بيتا، المقام بتاعها هنا في بيتا، البيتا دي لو يعني بتصرف طيرت البيتا دي مع البيتا اللي هنا هيبقى الاي سي مالها؟ الى حد ما بتعتمدش على
البيتا، فالكونفيجريشن بتاع البيز ميتر، الكونفيجريشن الثاني يعتبر افضل من الفيكسد بايز، لانه الاي سي ما بتعتمدش قوي على البيتا. تمام، وده طبعا هيظهر هنا لو جيت اقارن، لو جيت اقارن هلاقي ان الاي سي مالها طبعا مش ثابته، اتغيرت بس بنسبه صغيره. هناك كانت متغيره 2.4، هنا 1.6. فالاميتر بايس الكونفيجريشن ده افضل شويه لان هو بيقلل الاعتماد على البيت. طيب هنا بس كنا قلنا حته الساتوريشن، يعني انا دلوقتي بقول ان البيتا بتعتمد على التمبريتشر والاي سي بتتغير معاها، ويفضل ان الاي سي ما يتغيرش لان الاي سي كده ممكن يبقى يخرج من الاكتيف مود ويخش في الساتوريشن مود. اعرف منين او انهي قيمه الاي سي بيروح فيها في الاكتيف مود، او الاي سي لو زاد عنها بيبدا يخش في الساتوريشن مود. هي دي الاي ساتوريشن، لازم ادرس الاي ساتوريشن امتى الاي سي يوصل الاي ساتوريشن عشان ابدا اقول الكونفيجريشن بتاعي ده ما بقاش مناسب. تمام. طبعا بعض يعني دراسات كتيره و يعني بحث طويل، في ناس ثبتت ان الفي سي اي لو وصلت للزيرو كده انا اكيد دخلت الساتوريشن مود. لو الفي سي اي وصلت للزيرو انا كده اكيد دخلت الساتوريشن مود، يعني اي قيمه اكبر من الفي سي اي يعني اكبر من الزيرو او اكبر من 7/10 تقريبا، يبقى انا كده ايه مش في الساتوريشن مود. طيب عايزين ناخدها، انا بحب اشتغل بالماس بس اكتر. طيب لو الفي سي اي وصلت للزيرو ده هيفرق معايا ازاي، او الاي سي بتاعتي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ انت هنا في الفيكسد بايس كنت بتجيب الفي سي اي ازاي، بتقول الفي سي اي بيساوي الفي سي سي ماينس الاي سي ار سي، دي اللوب الثانيه اللي الفي سي اي بيساوي كده. طب لو الفي سي اي بزيرو هنا هيبقى الفي سي سي بيساوي الاي سي ار سي، وبالتالي الاي سي بيساوي الفي سي سي على الار سي، ده ماس. طيب هثبت دلوقتي بس الاول هو ليه لما الفي سي اي لما الفي سي اي بزيرو كده انا دخلت في ساتوريشن. بس خلينا نفترض ان لو الفي سي اي بزيرو الاي سي هيبقى بكام، بالفي سي سي على ار سي. يعني ايه هو يعني الساتوريشن، الاي ساتوريشن ماكسيمم في الفيكسد بايس بيجاب ان انت بتقول الفي سي سي على ار سي. طيب ايه اللي خلى الفي سي اي لما تبقى بزيرو انا اكيد دخلت في ساتوريشن؟ طيب خلينا بس نبص على الرول دي كده. في رول دي بتقول ان الفي سي بي بيساوي الفي سي اي ماينس الفي بي اي، صح؟ طبعا بص كده على الليفت هاند سايد هلاقي ان الفي سي بي بتساوي الفي سي ماينس الفي بي. تمام. طب بص على الحاجه دي عشان بس انا اثبت ان الاثنين دول بيساوي بعض. دي كده الفي سي اي ماينس الفي سي اي ماينس الفي بي اي، دي بتساوي الفي سي اي هتشيلها وتحط لها الفي سي ماينس الفي اي، والفي بي اي هتشيل واحط بدلها في بي ماينس الفي اي. طبعا حطيت هنا سالب الاول لان انا بقول ماينس، هيديني ايه؟ في سي ماينس الفي بي، لان الفي اي هتطير مع الفي اي. هيبقى عندك الايكويشن دي صح، الفي سي بي بيساوي الفي سي اي ماينس الفي بي اي. دي رول يعني طبعا انتم ما خدتوهاش، بس دي رول انا بقولها لكم دلوقتي بس بثبت لكم الاول ان هي صح. طيب الرول دي هتفيدني في ايه؟ في الساتوريشن والاكتف والحاجات دي. لو انا حطيت في الرول دي الفي سي اي بزيرو هيبقى الفي سي بي بيساوي ماينس في بي اي، يعني هيساوي ماينس ايه؟ 7/10. الفي سي بي بيساوي ماينس 7/10، ده معناه ايه؟ لما بقول في سي بي بسالب او سالب 7/10 انا قايله ان الفي سي بي بتساوي الفي سي ماينس الفي بي. لما يكون في سي ماينس الفي بي يبقى مين الكبير؟ لما في سي ماينس في بي طلع بالنيجاتيف ده مين الكبير؟ يبقى الفي بي الاكبر. ده معناه لو كان الفي سي اي بزيرو ده معناه ان الفي بي اكبر من الفي سي، ولو حصل والفي بي طلعت اكبر من الفي بي سوري الفي بي طلعت اكبر من الفي سي، ده معناه ان الجنكشن اللي هي ما بين البيز والكوليكتور بقت فورورد. ده كونديشن منطقي. لو كان الفي بي اكبر من الفي سي ده معناه ان الجنكشن دي هتبقى فورورد، وطبعا لو الجنكشن الاوليه فورورد ودي فورورد يبقى انا ايه؟ يبقى انا ساتوريشن، صح كده؟ وانا ما ينفعش اكون ساتوريشن. يبقى انا بحط الترانزستور في الدايره بحيث ادور على كونفيجريشن يكون مناسب ان الترانزستور يبقى ايه، يبقى شغال امبليفاير.
عندي كونفيجريشنز كتيره، انت ممكن تالف اي كونفيجريشن براحتك، بس احنا يعني تعمقنا في الكونفيجريشنز دي بحيث ان انا اشوف علاقتها بالبيتا واشوف الكي في ال في اللوب دي والكي في ال في اللوب دي وهكذا. ايه الايفكت بتاع البيتا في كل واحد فيهم؟ الكونفيجريشن الاولاني بيعتمد على البيتا لان الاي بيز ما بيعتمدش على البيتا، وبالتالي في ان الاي سي بيساوي بيتا اي بي. الكونفيجريشن الثاني الاي سي ما بتعتمدش قوي على البيتا لان الاي بيز بيعتمد على البيتا، وبالتالي اقدر اغيرها من مقام تقريبا. خلاص يعني ماثيماتيكالي يعني لو عملنا ايه ابروكسيميشن. ايه الايفكت بتاع ان البيتا لو اتغيرت هياثر على الاي سي؟ ما ياثر. يعني ايه الفكره؟ انا عندي بيتا ب 50 ما تبقى ب 100، والاي سي كانت ب 2 تبقى ب 4، يعني ضيقين الدنيا ليه؟ ما فاق لما تزيد. لا، الاي سي لو زادت عند اكبر من رينج معين انا كده الترانزستور موجود في الدايره بس مش شغال كامبليفاير. وبراحتك انت مش عايز شغال امبليفاير عادي، بس انا بديك انديكيشن بس ان هو لو زاد عن قيمه معينه يبقى هو كده ايه؟ مش شغال امبليفاير. فهي دي الاي ساتوريشن. الاي ساتوريشن بجيبها ازاي؟ من اي كونفيجريشن لو حطيت الفي سي اب زيرو. خلاص هنا دي لو دي ما فيهاش جديد، دي لو انت كنت عملت الجي في ال بتاع الفيكسد بايس بتاع اللوب الاولانيه بتاع اللوب الثانيه سوري، هيطلع لك الرول دي، حط الفي سي اب زيرو هيطلع لك ان الاي سي بيساوي في سي سي على ار سي. ايه الاي سي في الحاله دي؟ اسمها الاي ساتوريشن. وهكذا طبعا بالنسبه لل الميتر بايز، الاي سي بيساوي في سي سي على الار سي بلس ار اي. طبعا انا دلوقتي بشرح من سلايد، انا مرتب يعني في برزنتيشن اتبعتت لكم على البلاك بورد، انا خدت البرزنتيشن ورتبتها بشكل معين بحيث تناسب مع الشرح، بحيث ان انا بشرح حاجه بعدها حاجه. انا شرحت الفيكسد بايز بعدها الميتر بعدها الاي ساتوريشن، ممكن يكون الحاجات موجوده في البلاك بورد بشكل مختلف، بس هي نفس السلايدز ونفس الايه الكونتنت. طب خلينا اشوف بقى المحاضره بتاعت النهارده. طبعا احنا كنا خدنا في المحاضره اللي فاتت بالنسبه للكليه خدنا الفولتج ديفايدر. خلاص انا مقسمه بس المحاضرات ايه لكل المودز والكونفيجريشنز، بس الفولتج ديفايدر حطها لوحده في المحاضره اللي بعدها، عشان الفولتج ديفايدر اصلا طويل في اكزاكت ميثود وفي ابروكسيمت ميثود. طيب خلينا بس نبقى رابطين بان انا بخرج من كونفيجريشن للتاني بحيث ان انا بعتمد على العيوب بتاع الاولاني وبحاول ان انا احسن فيها، وفي كل الاحوال انا بشوف الايفكت او الكونفيجريشن ده بيعتمد على البيتا ولا لا. بالنسبه للفولتج ديفايدر احنا هندرسه بحيث ان انا هلاقي اني في مره من المرات ممكن اعمل ما فيهوش بيتا خالص، ما فيهوش اصلا يعني الاي بيز لا فيه بيتا ولا الاي سي فيه بيتا ولا اي حاجه، مفيش بيتا خالص في المعادلات، ده الابروكسيميت ميثود. خلاص فده انا كده جبت من الاخر مفيش حاجه اسمها تقريبا ومش عارف ايه. فده فان جنرال الفولتج ديفايدر بايز او الفولتج ديفايدر كونفيجريشن هو احسن كونفيجريشن، لان هو بيديني كونفيجريشن ايه ما بيعتمدش على البيتا بشكل كبير. خلاص مقارنه بالايه بالتو كونفيجريشنز الثانيين. الفولتج ديفايدر بيكون فيه الترانزستور موجود ازاي؟ الترانزستور بيبقى موجود بحيث يكون عندي مقاومه عند الكوليكتور، وفي مقاومه عند الاميتر، وفي مقاومتين عند البيس. تمام طبعا احنا خدنا الحته دي. طيب انا ما خدتش غير الفيكسد بايز والاميتر بايز، هحول الشكل ده ازاي؟ انا بس كنت عايزه اراجع حاجه، لو تاخدوا بالكم احنا دايما بنروح عاملين ايه؟ بنروح اي شكل قدامي بروح انا محولاه لحاجه زي كده، يعني بعمل له ري دروينج بحيث يبقى بالمنظر ده. طبعا في ريزيستنس هنا او ما فيش عادي، بخليه شكله كده، يعني بخليه شكله كده. ليه بخليه شكله كده؟ عشان لو الكونفيجريشن ده انا اول مره اتعامل معاه او مساله اول مره اتعامل معاها، او لو انا ناسي المعادلات اعمل ايه؟ اطبق الكي في ال على اللوب دي واطبق الكي في ال على اللوب دي، او ان انا اعرف اراجع اللوب من فاهمني؟ فانا دايما بفضل ان انا احول المساله اللي عندي او الكونفيجريشن اللي عندي ان هو يتحول لشكل الايه؟ الشكل ده. بحيث هو يعني سهل يعني، او ان انا متعوده عليه اكتر، او انت المفروض تكون متعود عليه اكتر، وهو سهل ان انت تقدر تطبق عليه الكي في ال او تراجع تطبيق الكي في ال عليه. خلاص؟ طيب الفولتج ديفايدر عندي ريزيستنس عند الاميتر وعند الكوليكتور واثنين عند البيس. طيب
بستخدم البولج ديفايدر ازاي او بتعامل معاه ازاي. عايزه اجيب كي في ال على اللوب دي وكي في ال على اللوب دي. لو حاولت تحول طيب يعني بصرف النظر عن مثال، لو حاولت تحول الشكل ده للرسمه بتاعتي اللي هو اللوب اللي انا عايزها، للوب اللي انا عايزها هعمل ايه؟ حول ده، هيبقى عامل كده ترانزستور. وفي مقاومه عند الاميتر، وفي مقاومه هنا عند الايه؟ الكوليكتور. وطبعا لو في مثلا بطاريه. طيب هنا في ايه؟ هنا عند البيس في ايه؟ في مقاومه عند في مقاومتين، مقاومه دي ومقاومه دي. طبعا بصرف النظر عن القيم عندي مقاومتين يعني، فدي مقاومه هتسميها مثلا R2 ودي مقاومه ثانيه اسمها ايه؟ R1. فده شكل الايه؟ الكونفجريشن. انا عايز احول الكونفجريشن ده هنا او احنا حولناه يعني، دي اسمها R2 ودي اسمها R1. فده شكل الكونفجريشن. انا دايما متعوده ان يكون في عندي لوب هنا ولوب هنا. طب انا بقى هعمل لوب ازاي؟ يعني مفيش لوب هنا، يعني الشكل ده مش عارفه اعمل فيه لوب، يعني في حاجه كده غلط. طيب يبقى انا بحاول في الفولتج ديفايدر، لو احنا حابين نراجع، بحاول اعمل فولتج ديفايدر ان انا احول الجزء ده بحيث يبقى في الاخر يعني اخليه يساوي ايه؟ يعني اخليه لوب، بحيث يبقى عندي ريزيستنس كده وبطاريه. لو كده، لو حاولت احول الشكل ده، الجزء ده، الدايره دي للجزء ده، يبقى انا كده اعرف اطبق ايه؟ كي في ال هنا. فاهمني؟ ففي البولج ديفايدر بقى عندي مقاومتين، واحده عند البيز R1 وR2، بحاول اشيل R1 والR2 واحط بدلها الايكوفلنت ريزيستنس او الايكوفلنت سيركت اللي هي ايه؟ بتبدا تساعدني ان انا اعمل ايه؟ اطبق كي في ال. دي كانت فكره ان انا ببدا اعمل الثيفينين سيركت. خلاص؟ معلش ممكن سؤال؟ اتفضل. هو ينفع بدل ما اعمل 7 ممكن اعمل سورس ترانسفورميشن واخليها بالشكل ده كمان؟ تعمل سورس ترانسفورميشن؟ اه طب اعمل كده؟ يعني اجربها واشوف. انت بتسأل بس؟ اه انا عاوز ماشي اسال هل بتنفع اصبر ولا بس لا؟ اصبر بس اصبر بس. انت هتعمل سورس ترانسفورميشن، مش انت هتحول الفولتج ده للكرنت. هو بص، هو طريقه يعني، اللي شاف مساله زي كده وقالها حلها بالسيفنن ده بني ادم زينا، زي احنا زينا زيه يعني عادي. بس هي الفكره ان يعني انا ما عملتهاش بالسورس عشان اثبت انها غلط. بس خليني اعملها مثلا معاك، هتحول دي مع دي، ده هتبقى كرنت معاها مقاومه بارل، والمقاومتين دول بارل، هيبقى مقاومتين بارل مع طبعا الاكوفلنت بتاعتهم مع سورس. ماشي. ممكن، صح كده؟ اه صح. انا حسيتها منطقيه. انت فهمت اللي انا عملتها وفهمتها، انت ما عملتهاش اعملها لك. لا انا اصلا تخيلتها فعشان كده سألتك. لا يعني انا كنت عملتها دلوقتي لقيتها ممكن يعني، بس تخلي بالك بس من القيم وانت رايح وانت جاي، يعني شلت الار 1 والار 2 كده يعني، فاهمني؟ فاعتقد ما ممكن تعمل ال 7 السورس ترانسفورميشن. تمام تمام بحس، بس ترجعها تاني يبقى في فولت وبطاريه، فولت وريزيستنس مش كارنت سورس، فاهمني؟ بالظبط. ترجعها كده. طيب طيب دي ال مش عارفه بتاع ده بطيء قوي في المسح. احنا دلوقتي فولت ديفايدر، وقلنا ان احنا يفضل ان انا احول الجزء اللي هو فيه R1 وR2 لمقاومه واحده، اللي هو الجزء ده لمقاومه واحده وبطاريه. وعامل دي ازاي؟ بالسيفنن، او ممكن اعملها طبعا بالايه؟ بالسورس ترانسفورميشن. خلاص اعملها بالسيفنن. اعملها بالسيفنن ازاي؟ انا ليه براجع؟ يعني انا ليه براجع؟ عشان انا حاسه ان انا لما اربط الدنيا كلها ببعضها مش هخاف من الترانزستور، يعني هيبقى ايه؟ الامور كلها داخله في بعضها، يعني مش داخله في بعضها، واضحه مربوطه ببعضها، فاهمني؟ فانت تبقى عارف ان انت عندك ثلاثه كونفجريشنز، وليه ده احسن من ده، وانا اصلا ليه بعمل كونفجريشنز. وان انا اكون مثلا بعد ما اخلص المحاضره هلاقي ان انا قلت ان الترانزستور له ابلكيشنز كتيره زي الامبليفاير او
السويتش اون والسويتش اوف. في ابلكيشنز ثانيه للترانزستور دي هشرحها. يبقى انت عارف ان ايه رابط الدنيا كلها ببعضها، ان هو ترانزستور ممكن يستخدم في حاجات كتير. طيب لو انا عايزه اشيل الجزء ده، لو عايزه اشيل الجزء ده واحط بداله يعني مقاومه واحده وبطاريه، هعمل ايه؟ هقول طبعا انا عشان اعمل كده قلت هستخدم ال 7 سيركت، اشيلها واحط بدالها ال 7 سيركت، بفرض ان النقطتين بتاعتي هنا اللي هي كانت A و B، ما انت بتشيلهم وده الجزء اللي انت عايز تشيله، فيبقى الاي والبي عندك دي بدايتها ودي نهايتها. عايز اجيب ال 7 سيركت، يبقى انا عندي عايز اجيب الار 7 وعايز اجيب الفي 7. الار 7 بتخلي ده ايه؟ شورت سيركت، فيبقى عندك الار 1 والار 2 بارلل مع بعض، صح؟ لو انت عايز تجيب ده هنا الاي وده البي، انا يعتبر بشرح الناس اللي حضرت المحاضره الاولانيه، انا يعتبر بشرح باختصار شويه، صح كده؟ لو انا عندي هنا الاي والبي، هخلي عايز اجيب الار 7، هتبقى الدنيا دي ايه شورت سيركت، وهيبقى عندي الار 1 بارل مع ار 2، يبقى الواحد الار 7 بتساوي واحد الار 1 زائد واحد الار 2، هي اياها الار 7 بتساوي ار 1 بارل مع ار 2. هشيل الدنيا دي كلها، يعني هشيل الار 1 والار 2 واحط بدلها ايه ار 7. طيب لو انا عايز اجيب الفي 7، الفي 7 لو هكتب الفي 7 هي اياها الفي اي بي، هي اياها الفي اوبن سيركت. الاوبن سيركت يعني خليت الاي والبي اوبن سيركت. طيب لو خليت الاي والبي اوبن سيركت، هيبقى الفي 7 هي هياها الفي بتاع ار 2، تمام؟ يبقى هساوي الفي الفي ار 2. تجيب الفي ار 2 هتبقى بتساوي الار 2 على ار 1 بلس ار 2 في الفي سي سي، لو انت طبقت فولج ديفايدر دي السيركت بتاعتك، تمام؟ طيب كده خلاص انا السيركت بتاعتي اتحولت. لو هو هيجيبها لنا، طيب هو كده بقى عند السيركت دي، شال الجزء ده وحط بداله الجزء ده، تمام؟ بقى بدل ار 1 وار 2 في عندي ار 7، بدل في سي سي عندي في 7، خلاص. طيب اعمل ايه بقى؟ خلاص سهل عليا اطبق كي في ال في اللوب دي، يبقى عندي ماينس في سي سي زائد الفي اللي موجود هنا، يبقى الار 7 في الاي بيس زائد الفي بي اي زائد الاي اي ار اي بيساوي 0، تمام؟ وطبعا لو جيت اطبق كي في ال على اللوب الثانيه هيطلع هي نفس اللي عملتها في الاميتر بايز، لان مفيش اي اختلاف. نلاحظ ان الفولتج ديفايدر لو انا طبقت ال 7 او طبقت سورس ترانسفورميشن هرجع للاميتر بايز، هيبقى هي نفس الكونفيجريشن بتاع الاميتر بايز. بقى شايف ان انا عندي بدل ما كان عندي هنا ار بيس في الاميتر بايز، هيبقى عندي هنا ايه ار 7. طيب لو طبقت الكي في ال، لو طبقت الكي في ال، الكي في ال هنا هيطلع لك الايكويشن دي، الاي بيس بيساوي الفي 7 ماينس الفي بي اي على الار 7 زائد البيتا بلس 1 ار اي. ولو طبقت الكي في ال على اللوب الثانيه هيطلع لك الفي سي اي بيساوي الفي سي سي ماينس اي سي ار سي بلس ار اي. طيب ايه الميزه في الكونفيجريشن ده؟ هو انا مش هخش في التفاصيل بتاعتها قوي، عشان هي التفاصيل بتاعتها يعني بتاع الميتر ده بتخض يعني، بس الفولج ديفايدر في الاكزاكت ميثود هو افضل برضو من الاميتر والفيكسد بايز. ليه؟ في حين ان انت لسه قايله ان هو نفسه الاميتر بايز، يعني هو الاميتر بايز في اللوب دي، هو الاميتر بايز في اللوب دي، وهو الاميتر بايز، وهو الاميتر بايز في اللوب دي برضو، باختلاف ان انا شلت بس الفي الفي في سي سي وحطيت بدلها الفي 7، وشلت الار بس وحطيت بدلها الار 7. هو الفكره كلها في الار 7، هما الاثنين واحد. الفولج ديفايدر اكزاكت اناليسيس هو احسن من الاميتر، في حين ان هو نفس الكونفيجريشن بس بسبب ايه الار 7، لان الار 7
هي equivalent resistance ل two resistances، فأكيد هي صغيرة، صغيرة في المقام، فإيه؟ كان بي نيجليكتبل، وبالتالي أقدر إن أنا أشيل البيتا دي أكيد مع ال، ما أنا بعمل كده أي سي بيساوي بيتا أي بيز. لو أنا هنا الـ R7 دي صغيرة، الـ R7 هي الـ equivalent resistance لإيه؟ لـ R1 و R2، فهي يعني صغيرة، أكيد هتبقى أصغر من R base، هتبقى صغيرة. لو هي كانت صغيرة يبقى أقدر أشيلها، ولو شلتها يبقى أنا عندي في المقام إيه؟ بيتا بلس 1، اللي هي كأنها بيتا. بيتا بلس 1 دي كلها الـ I base اللي فيها في المقام هنا إيه؟ I بيتا. البيتا ممكن تطير مع البيتا، يبقى أنا أكيد أكيد الاي سي ما بتعتمدش على البيتا في الفولج ديفايدر. هناك كنت بقول تقريبا، هنا يعني اكتر هشيل الار 7 عادي، وانا ايه وانا مطمن، لان انا الار 7 اكيد هتبقى اقل من الار بيس. تمام. هو كل ده انا ما شرحتش حاجه، يعني كل ده انا ما شرحتش المحاضره الجديده، عشان بس نكون واضحين. طيب خش في المحاضره الجديده بتاعت النهارده، وهي الابروكسيميت ميثود. الابروكسيميت ميثود دي هيها نفس الفولتج ديفايدر، عندي مقاومه عند الار سي ومقاومه عند الار اي ومقاومتين عند البيس. الابروكسيميت ميثود دي بتعمل اسامبشن مع نفسها، يعني بتعمل اسامبشن في البدايه ان ماذا لو انا كان عندي ريزيستنس هنا، ريزيستنس هنا اسمها ار لود او ار اي، عند يعني في ار 1، في عندي ار 2، في عندي ار لود. دي الابروكسيميت ميثود. الار لود دي المفروض ان هي تساوي ايه؟ يعني الريزيستنس المفروض تساوي ايه؟ تساوي في على ار. انهي في وانهي ار؟ المفروض ان هي تساوي، طبعا الار لود دي متوصله بالجراوند، والنقطه دي هي اياها الفي بيز. النقطه دي اهي هي الفي بيز. لو انا عندي ريزيستنس هنا متوصله بالجراوند ار ال، يبقى الار ال دي هتساوي ايه؟ هتساوي الاي بيز، اللي هتساوي الفي بيز على الاي بيز. تمام. هتساوي الفي بيز على الاي بيز. طيب الفي بيز بيساوي ايه؟ كل ده اسامبشن. هي الريزيستنس دي مش موجوده، بس ماذا لو كانت موجوده؟ لو كانت موجوده فانت عندك الفي بيز على الاي بيز. الفي بيز بيساوي الفي بي اي بلس الفي اي، طبعا جاي من ان الفي بي اي بيساوي الفي بي ماينس الفي اي. طيب الفي اي بتساوي ايه؟ ممكن اشيلها واحط بدلها ايه؟ الاي اي في الار اي. طيب انا دلوقتي الفي بي دي 7 من 10، لو شلتها خالص، شلتها خالص لان قيمتها 7 من 10 يعتبر صغيره جدا مقارنه بالاي اي ار اي، هيبقى الرول بتاعتي عباره عن ايه؟ اي اي ار اي على اي بيز. يبقى الار لود بتساوي في على ار، اللي هي بتساوي في بي على اي بيز، والفي بيز بتساوي الفي بي اي زائد الفي بي وعلى الاي بيز. طيب سوري، دي الاي اي دي هتساوي، هتنزل الفي بي زي ما هي، حاجات مسمات حد قاعد بيفكر فوصل يعني في الاخر حاجه زي كده، زائد الفي اي بيساوي ايه؟ الاي اي مضروبه في الار اي على الاي بيز. هي الميثود اللي اسمها الابروكسيميت دي جايه من فكره ان انا بعمل ابروكسيميشن، انا بشيل حاجات كده مع نفسي، يعني انا بشيل حاجات جيفن اسامبشن ان هي ايه مثلا قيمتها صغيره. فلو انا شلت الفي بي اي اللي هي 7 من 10 لان قيمتها يعتبر اكتر بكتير من الاي اي ار اي، هيبقى الرول بتاعتي اسمها ايه؟ اي اي ار اي على الاي بيز. طب الاي اي ار اي دي بايه؟ ببيتا. يبقى الار لود بيساوي بيتا ار اي. ده مبدئيا الابروكسيميت ميثود بتعمل اسامبشن ان في ريزيستنس اسمها ار لود كمان مع الار 1 والار 2، والار لود دي هتساوي الفي بي على الاي بي. اوكي، توصلنا في الاخر ان الار لود قيمتها المفروض تساوي بيتا ار اي، بيتا في الريزيستنس بتاع الايه؟ الاميتر.
طيب هل الريزيستنس لود دي موجوده؟ هي اصلا مش موجوده. طب ايه اللي خلاها مش موجوده؟ لو هي كانت كبيره جدا، لو الريزيستنس دي كبيره جدا، ده معناه ان السلك ده ايه؟ اوبن سيركت. فلو كانت الار 2 الار لود اكبر بكتير من الار 2 هيبقى الدنيا دي اوبن سيركت. خلاص؟ طب اكبر منها بقد ايه؟ معايا انا دلوقتي شغاله في الفولتج ديفايدر الابروكسيمت ميثود، الفولتج ديفايدر ابروكسيمت ميثود هو نفس الكونفجريشن بتاع الاكزاكت، يعني عندي ار 1 وار 2 بس الابروكسيمت ميثود بيعمل اسامبشن ان انا عندي ار 1 ار ال ار لود. الار لود دي المفروض ان هي يعني لو كانت موجوده فهيبقى في الاخر الار لود بيساوي بيتا ار اي. طب هي مش موجوده، يبقى هي ليه مش موجوده؟ لان هي كبيره. طالما هي كبيره، لو الار لود يعني لو الار لود مش كبيره، يعني ده سبب منطقي اللي خلاها مش موجوده، السبب المنطقي اللي خلى الار لود مش موجوده ان هي تكون كبيره، كبيره اكبر من ار 2. خلاص؟ فلو كانت الار لود اكبر بكتير من ار 2 هيبقى عندي ايه؟ الار لود دي هتشال وهيبقى الدنيا دي اوبن سيركت. تمام؟ هيبقى عندي هنا لو كان الار لود اكبر بكتير من الار 2 هيبقى الدنيا عندي هنا ايه؟ السلك ده هيشال. خلاص؟ وانا طبعا قايله ايه؟ قايله الار لود اصلا بيساوي بيتا ار اي. فلو كانت البيتا ار اي اكبر بكتير من ار 2 هيبقى انا كده خلاص، تبقى انا كده في الابروكسيمت ميثود او ان انا اكيد في الفولج ديفايدر. طيب اكبر بكتير بقد ايه؟ يعني انت بتقولي اكبر بكتير، اكبر بكتير بقد ايه؟ فانا هعمل برضو ابروكسيميشن تاني وان انا اخليها اكبر من مثلا 10 ار 2. خلاص؟ يبقى في الفولج ديفايدر علشان يبقى الار 1 والار 2 موجودين لازم يكون البيتا ار اي اكبر من 10 ار 2. تمام؟ طيب ده كونديشن موجود، لازم الكونفيجريشن بتاعك بيساتسفاي الكونديشن ده عشان تبقى انت في الابروكسيمت مش تبدا تكمل حل. طيب عايز اجيب الفي بيز جيفن الكونديشن ده، احنا اتفقنا عشان احل فوتش فادر في باشمهندس قال احل بالسورس ترانسفورميشن، وفي حد قال ان انا ممكن احل بالسيفن. طب انا بقى مش عايز احل بالطريقتين دول لان الطريقتين دول في الاخر ممكن يبقى فيهم بيتا، حتى لو بيتا صغيره، يعني لو بيتا وبشيله وببروكسيميت وبحاجات كده، انا مش عايز يكون في بيتا خالص. تمام؟ فكره الابروكسيميت اناليسيز ان هي ما يكونش في بيتا اساسا. طيب لو انا عايز دلوقتي طبعا في كل كونفجريشن انا بجيب الفي بي والاي بي والاي سي والفي سي اي والحاجات دي كلها، عايز اجيب بقى القيم دي كلها، عايز اجيب لها ايكويشن، عايز اجيب ايكويشنز، اعمل ايه؟ طيب دلوقتي لو انا مسكت ال لو انا مسكت الجزء ده من السيركت هنا هلاقي ان الفي بيس النقطه دي في بيس والنقطه دي جراوند، فالفي بيس ناقص زيرو هو نفس الفرق الجهد اللي عند في عند مين؟ المقاومه 2. فالفي بيس بيساوي الفي ار 2، والفي ار 2 بيتجاب ازاي؟ احنا قلنا ممكن نجيبها بالايه؟ بالفولج ديفايدر اللي هي يعني الفي سي سي زي ما جبناها في في ال7، الفي سي سي مضروبه في ايه؟ في ار 2 على ار 2 زائد ار 1. يبقى ال V base minus ال V ground بيساوي ال V بتاع ايه؟ V R2. وال V R2 ممكن اجيبها في voltage divider اللي هي بتساوي ال V C C فرق الجهد الاصلي مضروبة في ايه؟ في قيمة المقاومة اللي انا عايز اجيب ال voltage division عندها اللي هي ال R2 على R1 زائد R2. تمام؟ ده كده لو انت عايز في الابروكسيمت ميثود تجيب الفي بيز، الفي بيز بتساوي الاتو لغايه دلوقتي الفي بيز ما بتعتمدش على بيتا. طيب عايز اجيب الفي اي، انا عارفه ان الفي الفي بي اي بتساوي الفي بي ماينس الفي اي، وانا عندي الفي بي لسه جايبها وعندي الفي بي اي، يبقى اعرف اجيب الفي اي. جبت الفي اي جبتها ما بتعتمدش على البيتا برضو. طيب لو عايز اجيب الاي اي، الاي اي بتساوي الفي اي على الفي اي على ار اي برضو ما بتعتمدش على البيتا. لو عايز اجيب الاي سي،
الاي سي تقريبا، ما انا ما جبتش بقى الاي بي، هجيبها من الاي اي. الاي سي هتساوي ايه؟ الاي اي برضه الاي سي مالها؟ الاي سي دلوقتي بتعتمدش على البيتا. طيب عايز اجيب الفي سي اي، الفي سي اي اطبق كيف ال على اللوب الثانيه، هيطلع لي كده ما بتعتمدش على البيتا. هلاقي ان في الابروكسيمت ميثود لو انا فضلت ماشي ورا الايكويشنز هلاقي ان ما فيهوش خالص ايه؟ بيتا. يبقى نود ذات in this sequence is the calculations that in calculations beta doesn't appear. البيتا مش موجوده خالص في الابروكسيمت ميثود. خلاص؟ واحنا اصلا ما حسبناش الايه؟ الاي بي. فنلاحظ ان الاي سي والفي سي ما بيعتمدوش على ايه؟ independent of the value of البيتا. فافضل configuration هو الابروكسيمت analysis. ليه؟ لانه ما بيعتمدش على البيتا اصلا. خلاص؟ طيب. طبعا دي كانت مساله موجوده في الشيت وموجوده طبعا في المحاضره، لو عايزين نحل باستخدام الابروكسيمت. لو عايزين نحل باستخدام الابروكسيمت ميثود، انا عندي سيركت وعندي كونفيجريشن وبيقول لي يعني هاتي لي كل البارامترز باستخدام الابروكسيمت ميثود، هاتي لي كل الفاليوز بتاع الاي سي عشان اعرف هي كانت خرجت بره الساتوريشن ولا ايه، هاتي لي كل القيم بتاعه الكونفيجريشن ده. طيب اول حاجه بعملها في الابروكسيمت ميثود ان انا بشوف الايه الكونديشن بتاعي ساتسفايد ولا لا. يعني انا البيتا ار اي بتاعتي اكبر من 10 ار 2 ولا لا. طيب البيتا عندي لو مديها لي في المساله مديها لي ب 140 والار اي مديها لي ب 1.5 وال 10 والار 2 مديها لي ب 9 ب 3 و9. اقارن طبعا 10 و3 و9 ب 39، 40 في 1.5، 140 في 1.5 ب 210. 210 اكبر من 93، يبقى خلاص الكونديشن ده متحقق، يبقى ابدا احل المساله دي بالابروكسيمت ميثود. لو ما اتحققتش مش هحلها بالابروكسيمت، يبقى انت مجبر تحلها بالايه؟ بالاكزاكت ميثود. طيب عايز اجيب الفي بي، الفي بي هو نفس الفي عند ار2 اللي هو بيساوي الفي سي سي في الار2 على ار1 بلس ار2. طبعا عندي ار2 وعندي الفي سي سي بالنسبه للرسمه، يعني عندي ار1 وار2 هعمل هطلع لي ايه؟ 2. طيب الفي اي بيساوي في ماينس الفي اي هيساوي 1.3. طب لو عايز اجيب الاي سي، الاي سي في الكونفجريشن بتاع الابروكسيمت الاي سي بيساوي الاي سي تقريبا بيساوي الاي اي، يعني هيساوي الفي اي على ار اي. انا عندي الار اي والفي اي لسه حاسبها، يبقى الاي سي هتساوي القيمه دي. طيب الفي سي اي لو طبقت جيف ال اللوب الثانيه هيطلع لي بيساوي الفي سي سي ماينس الاي سي ار سي ار اي، عندي كل القيم دي. تمام، ده الابروكسيمت ميثود. طبعا الجدول ده بيوضح لي هل الاكزاكت ميثود والابروكسيمت ميثود مختلفين عن بعض قوي. يعني لو انا جبت الاي بيز وجبت الاي سي والفي سي اي باستخدام الاكزاكت ميثود واداني قيم، ايه هي القيم دي مقارنه بالابروكسيمت ميثود؟ هيطلع تقريبا ايه؟ واحد. هتلاقي هنا ده 85 بالاكزاكت ودي 86. هنلاحظ طبعا لو انتوا هنا لو احنا هي دي نفس المساله اللي احنا حلناها بالاكزاكت، لو احنا كنا حلناها في المحاضره الواحده اهي، دي الاي اي الاي سي، الاي سي ب 85 والفي سي اي ب 12. تمام، جينا حلناها بالابروكسيمت ادتني الاي سي ب 86 ب يعني بالقيمه دي والفي سي اي ب 12 و3. هي نفس الايه؟ هي دي المقارنه دي بالمثالين اللي احنا لسه حلينهم. طيب يبقى في الاكزاكت ميثود والابروكسيمت ميثود الاثنين مالهم؟ الاثنين تقريبا قريبين من بعض، و الابروكسيمت هي الافضل. الاثنين كلوزر لبعض. طيب لو جربت تحل تحل الدنيا دي باستخدام يعني تحاول تغير في البيتا، هتعرف تغير في البيتا براحتك في الاكزاكت ميثود، لكن في الابروكسيمت مش هيفرق معانا اصلا. فلو انت عندك البيتا بتاعت المساله بتاعتك ب 140 وقلتها 70، هيبقى الاي سي هتتغير من مثلا ايه؟ من 85 ل 83. ده في الايه؟ في الاكزاكت. لكن تاثير لكن تاثير البيتا مش موجود اصلا عندي فين؟ في ال مش موجود اصلا عندي في الابروكسيمت. يبقى الاي سي بيفضل تقريبا ايه؟ ثابت، وكذلك الفي سي اي.
طيب دي ده الموضوع الاولاني اللي كنا هنتكلم عليه في المحاضره الثانيه، وهي الابروكسيميت ميثود بتاع الفولج ديفايدر. ايه الموضوع الثاني؟ الموضوع الثاني هو الكاركترستيك كيرف بتاع الترانزستور. احنا كنا خدنا الكاركترستيك كيرف بتاع الديود في حاله الفورورد، وهو انه بيكون شكله عامل زي كده. طبعا هو دي هي دي الرسمه، ان بيكون الكيرف بتاع ايه بيفضل يعني قليل قليل قليل، في الاخر بيفضل يزيد، او ما بيكون ايه القيمه دي ايه يعني مثلا دي 7/10، الفولت بتاع الدايود يوصل لاكبر ل 7/10، يبدا يبقى فيه ايه، يبقى فيه كارنت. طيب ايه ده؟ ده كاركترستيك كيرف اللي انا بتكلم عليه ده اسمه كاركترستيك كيرف بتاع الدايود مش بتاع الترانزستور. ده متاخد في محاضره لوحده، بس في حال طبعا الدايود لو كان ايه، لو كان ريجولر، لو كان ايديال كان ايه، كان الفي دي اصلا كانت بزيرو. طيب لو كان ده الكاركترستيك كيرف بتاع الدايود في حاله الفورورد، ده اسمه ايه؟ ده اسمه كاركترستيك كيرف، بيرسم العلاقه بين الفي دي والاي دي، الفي بتاع الدايود والاي بتاع الدايود في الدايره. لو انت وصلت دايود في الدايره هيبقى لو جيت ترسم، لو مثلا الفي سورس ده كان بخمسه، هتيجي تقيس بالفولت بالافوميتر هيطلع لك ان الفي بتاع الدايود بكذا والاي بتاع الدايود بكذا او الاي بتاع الدايره بكذا. طيب لو جيت غيرت الخمسه دي خليتها مثلا خليتها 10، الفي هيبقى بكذا والاي بكذا. فدي الفي اللي ديفرنت فاليوز للفيز وديفرنت فاليوز للاي دي لو انت غيرت الايه؟ الفي بتاع البطاريه. ده يعني الكاركترستيك كيرف بتاع الدايود في حاله الريجولر لو متوصل فورورد. ده اسمه الكاركترستيك كيرف. طب ايه بقى اللود لاين؟ اللود لاين ده هو لاين بيترسم على الكاركترستيك كيرف بحيث ان هو بيربط ما بين نقطتين اساسيتين، النقطه دي والنقطه دي. وايه هي النقطه دي؟ دلوقتي لو انت ماسك الاكس اكسس هنا، النقطه دي بكام؟ الفي دي، الفي بتاع الدايود بكام؟ الاي دي اصلا بكام؟ بزيرو، الاي بتاع الدايود بزيرو، فالنقطه دي اسمها في دي دي وزيرو، يعني الفي بتاع الدايود انا مش عارف بكام بس متاكد ان الاي سي ان الاي بتاع الدايود بكام؟ بزيرو. طب والنقطه دي؟ الاكس اكسس بتاعي الفي بتاع الدايود هو اللي بزيرو هنا اهي، الفي بتاع الدايود هو اللي بزيرو، لكن الاي بتاع الدايود انا مش عارف، الاي بتاع الدايود عباره عن الفي على ار. خلاص؟ طيب فاللود لاين هو عباره عن ستريت لاين بيربط ما بين نقطتين اساسيين على الكيرف، بحيث ان النقطه الاولانيه عباره عن ان الفي دي بزيرو وشوف قيمه الاي بكام، والنقطه الثانيه هي ان الاي دي هو اللي بزيرو والفي دي شوف هي هتبقى بكام. تمام؟ نقطتين يعني، انت عندك كيرف وشوف دي عند ده بزيرو وده بزيرو هيبقى بكام. طيب النقطه دي اسمها ايه؟ اسمها اوبريتنج بوينت او كيو بوينت، النقطه اللي النقطه التقاطع ما بين اللود لاين والكاركترستيك كيرف. تمام؟ فالكيو بوينت لما تيجي تشوفها او لما يجي تسمع عن كيو بوينت هي نقطه التقاطع ما بين اللود لاين والكاركترستيك كيرف اللي عندي. ده الكاركترستيك كيرف بتاع الديود. ايه علاقته بالكاركترستيك كيرف بتاع الترانزستور؟ دلوقتي لو الترانزستور متوصل في الدايره بحيث ان هو يكون متوصل فورورد، طبعا انا عندي تو جانكشنز، جانكشن الاولانيه اللي هي دي متوصله فورورد ودي متوصله ريفرس، صح؟ فلو انا جيت ارسم الكاركترستيك كيرف بتاع الحته دي هيطلع لي نفس الكاركترستيك كيرف بتاع الدايود لان هي اصلا فورورد، صح؟ بسمي الكيرف اللي انا رسمه ده انبوت كاركترستيك كيرف. انبوت ليه؟ لان الترانزستور في الحته دي هي ده كده الانبوت، لان الاي اي هو الانبوت، الاي اي هو الانبوت، وهنا الاي سي هو الاوتبوت، صح؟ فهنرسم الانبوت كاركترستيك كيرف والاوتبوت كاركترستيك كيرف. ده اسمه الاوتبوت كاركترستيك كيرف. يعني واحده واحده احنا يعني الكاركترستيك كيرف ده مش سؤال بيجي في الامتحان، الكاركترستيك كيرف ده بيبقى يعني الهدف منه ان انت تبقى عارف ايه هي الريجنز بتاع الترانزستور بيشتغل فين، اكتف وفين ساتوريشن وفين كات اوف. تمام؟ طيب ف في احنا في الديود عرفنا يعني ايه كاركترستيك كيرف
وعرفنا ان الديود لو في حاله الريجولر في الفورورد الكاركترستيك كيرف بتاعه بيبقى بالمنظر ده، تمام. وفي حاجه اسمها لود لاين، وهو اللاين اللي بيربط ما بين النقطتين دول والنقطه دي، خلاص. والكيو بوينت هي الانترسكشن بوينت ما بين الكاركترستيك كيرف واللود لاين. لو احنا عايزين نرسم الكاركترستيك كيرف بتاع الديود محتاجين نرسم حاجتين، الانبوت كاركترستيك كيرف والاوتبوت كاركترستيك كيرف. الانبوت كاركترستيك كيرف الكيرف اللي بيربط ما بين الايه، الكيرف اللي بيرسم العلاقه هنا ما بين الجنكشن دي وده، والاوتبوت كاركترستيك كيرف الكيرف اللي بيربط ما بين الجنكشن دي، تمام. واحده واحده عادي. دلوقتي انت عندك الجنكشن الاولانيه دي مالها؟ فورورد. هيبقى الكاركترستيك كيرف بتاعي شكله برضو فورورد، صح؟ لان الجنكشن دي اصلا فورورد في الاكتف، في الاكتف في الاكتف انت عندك الجنكشن دي فورورد والجنكشن دي ايه ريفرس، خلاص. فلو انا عايز ارسم الكاركترستيك كيرف بتاع الجنكشن الاولانيه اكيد هيبقى شبه الكاركترستيك كيرف بتاع الايه، بتاع الفورورد اللي احنا لسه واخدينه، خلاص. بس ايه فهو، بس هو بقى هيربط ما بين ايه وايه، هيربط ما بين الفي بي اي وما بين الاي بي. ليه؟ لان انت لما بتيجي تشتغل في اللوب دي، لو حد مركز هيلاقي ان انا لما باجي اشتغل في اللوب دي بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها في سي سي وفيها حاجات كتير. بس ايه الحاجات اللي تبع الديود، الحاجات اللي تبع الديود اللي هي الاي بيس والحته اول هنا الفي بي اي، هيبقى هيرسم ما بين الحاجات اللي لها علاقه بالديود اللي سوري الترانزستور في اللوب دي، خلاص. يبقى الانبوت كاركترستيك كيرف هو كيرف بيوضح للترانزستور شغال ازاي في حاله في الجنكشن دي اللي ما بين البيز والاميتر، وبما ان البيز والاميتر في الاكتف لازم يكون فورورد فالكاركترستيك هيكون فورورد. هيرسم العلاقه ما بين الاي بيز وما بين الفي بي اي. ليه؟ لان الاي بيز والفي بي اي هم البارامترز بتاع الترانزستور اللي موجودين فين؟ في الجنكشن دي. انا عندي هنا اي بيز وار بيز، ار بيز مش مهم، الفي سي سي، وهنا لو في اميتر مثلا مش مهم، في هنا ايه الفي بي اي، خلاص. يبقى هيرسم العلاقه ما بين الاي بيز والفي بي اي. طيب لو جينا بقى للاوتبوت كاركترستيك كيرف، الاوتبوت كاركترستيك كيرف بيربط بيرسم العلاقه ما بين الايه، ما بين الجنكشن دي اللي هي اصلا ريفرس، خلاص. ايه هي البارامترز بتاعه الترانزستور اللي موجوده هنا؟ الاي سي، وهتلاقي طبعا هنا الفي سي اي. يبقى هيرسم العلاقه بين الاي سي والفي سي اي، ادي الفي سي اي في الاكس اكسس وادي الاي سي، خلاص. هي المحاضره يعني انتوا الى حد ما الموضوع تقيل عليكم، لان انتم اتعودنا في اول الالكترونكس ان انا عندي ميثود ستريت فورورد، مساله واحلها، مساله وطريقه واحلها، فالدنيا يعني كانت واضحه. لكن هنا احنا دخلنا في الفانكشناليتي بتاع الترانزستور او الفانكشناليتي بتاع السيمي كوندكتورز والديود عشان نقرب اكتر من الفيلد بتاع الحسابات. فيعني الميثود والمش والنودر والحاجات دي، دي ستريت فورورد ميثود ما فيهاش حاجه وما فيهاش صعوبه. اللي جينا في الترانزستور بندرس اكتر يعني مين كونسبتس، فيها طبعا مسائل وكل حاجه بس فيها مين كونسبتس اكتر على ال ال ال, ال, ال في كلام كتير، فاهمني؟ طيب الاوتبوت كاركترستيك كيرف هو الكيرف اللي بيرسم العلاقه ما بين الاي سي والفي سي اي، بحيث ان الاي سي والفي سي اي هم ايه البارامترز بتاع الترانزستور في اللوب او في الجنكشن دي بتاع الكوليكتور والامبيدر، خلاص. هنلاحظ ان بما ان الجنكشن دي ريفرس يبقى المفروض ان الكيرف يكون ايه شبه الكيرف بتاع الريفرس. وطبعا الكيرف بتاع الريفرس بتاع الدود احنا ما خدناهوش قوي او ما كناش مهتمين بيه قوي او كان اوضح بالنسبه لنا الفورورد. فهنلاحظ ان في الكاركترستيك كيرف او الاوتبوت كاركترستيك كيرف، الاوتبوت كاركترستيك كيرف بتاع الترانزستور بيرسم علاقه بين الاي سي والفي سي اي، والاي سي والفي سي اي ما بيعتمدوش على بعض. الاي سي بيساوي بيتا اي بي، يبقى الاي سي مالها؟ بيعتمد على الاي بي. فهتلاقي ان عند الاي بي مثلا ب 10 مثلا الاي سي بكذا،
دي كده الاي سي. طيب الاي بيس كانت مثلا ب 20، ده الايه؟ ده الاي سي. طيب وهكذا الاي سي مثلا كانت ب 30، هيبقى ده الاي سي. يبقى ده الكاركترستيك كيرف بتاع الاول. طيب الاي سي بيعتمد اكتر على الاي بيس وما بيعتمدش على الفي سي. في بقى حاجات مهمه في الكيرف ده المفروض ان احنا نعرفها، ان الريجون دي يعني الريجون دي كلها دي اسمها ساتوريشن ريجون، والريجون دي اللي انا بشاور عليها دي كلها دي اسمها الايه؟ الكات اوف ريجون. لكن الريجون دي كلها ايه؟ الاكتف، الاكتف ريجون، الريجون اللي ما بين الكات اوف وما بين الساتوريشن. طبعا دي لها اثبات وكده وهقولها، بس نبقى ايه؟ نبقى عارفين ان الريجون اللي هي من اول الفي سي كده دي الساتوريشن ريجون. طيب عايزين نعرف ليه، يعني ليه الحته دي او الريجون دي ساتوريشن والريجون دي كات اوف والريجون دي كده. طيب مبدئيا في في الاكتيف ريجون، لو انا دلوقتي كنت قلت ان الاي بيز هنا ب 10، طب لو كان الاي بيز بزيرو، لو كان الاي بيز بزيرو هيديني ايه؟ هيديني الاي سي بزيرو. الاي سي بزيرو لان ايه؟ لان انا اصلا عندي الاي سي بيساوي الاي بي. طيب وبالتالي برضه هيديني الايه؟ هيديني الاي اي، هيديني الاي اي بزيرو، لان الاي اي اصلا بيساوي ايه؟ بيساوي مجموعه. خلاص. فيبقى في الريجون دي، الريجون اللي هي من تحت الـ يعني تحت الزيرو دي اسمها كات اوف ريجون. خلاص، لان فيها الاي بيز بزيرو بالتالي الاي سي بزيرو وهكذا. لو كان البيز اصلا هو ما بينفعش ياخد قرار كام زيرو. طيب الريجون دي بقى لو ينفع اعمل كده، لو من اول الفي سي اي احنا كنا قلنا احنا اتفقنا واثبتنا ان من اول الفي سي اي ما تكون زيرو انا اكيد ساتوريشن. خلاص زيرو او نيجاتيف. طب لو كانت مثلا باتنين من عشرة او تلاتة من عشرة، لاحظوا ان في هنا برضو قيم بعد الزيرو اكبر من الزيرو، برضو هيديني ان الريجون دي هتبقى في الساتوريشن. ليه؟ يعني في الساتوريشن ريجون لو كان الفي سي اي بسمول فاليو، بسمول بوزيتيف فاليو، او الفي سي اي بزيرو او بنيجاتيف، هيبقى ايه؟ سمول بوست يعني بوزيتيف بس سمول، او بزيرو او بنيجاتيف، هيبقى ايه؟ هيبقى دلوقتي في ساتوريشن ريجون. ليه؟ احنا كنا ثبتناها، قلنا الفي سي اي بيساوي الفي سي اي ماينس الفي بي. لو شلت الفي سي اي وحطيت بدلها زيرو هيبقى الفي سي بي بيساوي ماينس في بي اللي هي بيساوي نيجاتيف. طيب لو شلتها وحطيت بدلها مثلا 2 من 10، فالفي سي بي بيساوي 2 من 10 ناقص 7 من 10، 2 من 10 ناقص 7 من 10 برضه نيجاتيف. طول ما الفي سي بي بنيجاتيف يبقى انا كده ايه؟ في الساتوريشن مود، او الجنكشن دي بقت فرو. خلاص؟ يبقى الريجون دي، الريجون دي اسمها ساتوريشن ريجون لان هي الفي سي اي فيها بيخلي الفي سي بي نيجاتيف. طبعا مش عايزه اثبات، لو اي ريجون ثانيه هتبقى اكتف مود. خلاص الريجون دي كلها هتبقى الاكتف ريجون. طيب تالت حاجه هنتكلم فيها في المحاضره دي هي البي جي تي ابلكيشنز. ايه هي المين ابلكيشنز للترانزستور؟ طب انت قلتي الترانزستور اصلا بيشتغل كامبليفاير كسويتش اوف، يعني ليه؟ يعني ليه بنعمل الموضوع؟ يعني ليه يعني هو امبليفاير وسويتش اوف خلاص؟ لا، هي الفكرة كلها ان انت ماشي، انت عرفت ان هو بيشتغل كامبليفاير، بس لازم اديك مثلا مثال لشكل الترانزستور، زي حاجة زي كده. لشكل الترانزستور لو اتحط في الدايرة البي جي تي ده الترانزستور اهو، لو اتحط في الدايرة بشكل معين، طبعا البروف بتاع الشكل ده ان هو ازاي بيعمل امبليفيكيشن مش شرط يبقى علينا، بس ان انا تبقى عارف ان انا بقول لك الترانزستور بيشتغل كامبليفاير. طب انهي كونفجريشن؟ يعني انهي واحد فيهم بيعمل امبليفاير؟ خدت طبعا الفيكسد والاميتر والحاجات دي، بس دي السيركت بتاع ايه؟ بتاعت السبيكر. لو انا عندي مايكروفون، مايكرو
مايكروفون اهو، مايكروفون اهو، مايكروفون. لو انت ما عندك مايكروفون بتحط الترانزستورز الاثنين دول مع بعض بالمنظر ده، وبتحط هنا ريزيستنس عند اثنين ريزيستنس عند البيز وريزيستنس ثانيه، يعني ثلاثه ريزيستنس عند البيز وما فيش عند الاميتر واحده عند الكوليكتور بالمنظر ده. خلاص، فمن ضمن الابلكيشنز بتاع الترانزستور ان الترانزستور يشتغل كامبليفاير. امبليفاير فين بالظبط؟ امبليفاير مثلا في الميكروفون. خلاص، طيب ممكن الترانزستور يشتغل كامبليفاير بس بحيث ان هو ايه اللي انا عارفاه ان داخل لي سيجنال ساين ويف بتخش على الترانزستور بيطلع لي ساين ويف اكبر. ايه الاختلاف بين دي وما بين دي؟ ان هو هنا عمل شيفت، يعني ان هو خلى السيجنال بدا يعني داخله لي الاخضر دي هي الانبوت، الاحمر هي امبليفاير بس مالها بس متشفته شويه، يعني المفروض ده يبدا من هنا تحت كده، لا ده بدا كده متشفته هي نص السيجنال كلها. طيب ده نوع تاني من الامبليفيكيشن، ان هو انت بتامبليفاي عادي وايه وممكن تعمل شيفت. طيب في ممكن تامبليفاي تاني بحيث ان السيجنال تبقى داخله لك عادي اللون الازرق ده وبس تخرج لك ايه، هي خرجت هي بس بتعمل لها كليبنج، بتعمل كليبنج لريجن معين، يعني بتخرج بس بحيث ايه ان البيك دي ما تظهرش، يظهر لي هنا ايه بعمل كليبنج. خلاص، كليبنج دي انا بعمل كات اوف، يعني بقطع جزء من السيجنال بحيث ان انا يظهر لي ايه دايما حاجه معينه. طبعا دي حاجات بتفيد في مناطق معينه. انت ليك تعرف حاجه زي كده بحيث ان ايه السيجنال دي، ده السيجنال بتاع ان هو بيعمل شيفتنج وده بيعمل كليب اوف، تبقى عارف عادي. طيب طبعا الترانزستور لو كان موجود في الترانزستور لو كان موجود في الدايره بحيث طبعا احنا لو قلنا البي سي اي بتشال هيبقى ايه، هيبقى الاي سي بيساوي البي سي سي على ار سي، وبالتالي الدايود الترانزستور في الحاله دي بيشتغل ايه سويتش اون. سويتش اون يعني ايه؟ يعني شورت سيركت، يعني شيل الترانزستور حط ده شورت سيركت. تمام. طيب لو الترانزستور شغال بحيث ان هو بقى سويتش اوف، ان البيز اصلا متوصل بالجراوند، يعني مفيش الاي بيز بزيرو، الاي بيز اول ما تلاقي الاي بيز بزيرو انت كده خلاص اي بيز يعني كات اوف، ان الاي بيز بزيرو ده معناه الاي سي بزيرو، ده معناه الاي اي بزيرو. الاي بيز بزيرو ده معناه ان الاي سي بزيرو، لان الاي سي بيساوي بيتا اي بي، والاي بيز الاي اي بزيرو ليه؟ لان الاي اي بيساوي الاي سي زائد الاي بي. تمام. طيب لو لقيت ان البيز متوصل بالجراوند ده معناه الترانزستور عندك شغال ايه سويتش اوف. سويتش اوف يعني اوبن سيركت، يبقى الترانزستور لو شغال سويتش اون يبقى شغال شورت سيركت. شيل الحضره شورت سيركت ده هيفيدنا في اللي جاي دلوقتي، انا هشرح حاجه دلوقتي مبنيه على الحته دي. انت الترانزستور لو شغال سويتش اون شيله وحط بداله شورت سيركت، يعني بيعدي اللي موجود قدامه. طيب سويتش اوف يعني بيشتغل كاوبن سيركت، يعني هو كانه مش موجود، سلك مقطوع. خلاص. طيب ماشي. اهم الابلكيشنز للديود للترانزستور في الدايره ان هو يشتغل في بيلدينج لوجيك جيتس. طبعا احنا اتفقنا ان اللوجيك جيتس بنستخدمها علشان نبني الماثيماتيكال ايكويشنز، لو انا عايز اعمل كالكوليتر، عايز اعمل اي عمليه حسابيه في الكمبيوتر او في الموبايل بستخدم اللوجيك جيتس. واللوجيك جيتس عشان اعملها دي مش كلام او مش حاجه نظريه، لا ده في الاخر كومبوننت بتركبه مع بعض بيشتغل بشكل معين. فايه هي الكومبوننت اللي بتستخدم في بيلدينج اللوجيك جيتس؟ هي الترانزستور. طبعا المفروض لو كنا خدنا لاب فهو يبقى فيه برضو الايه الدايود. خلاص، ازاي بقى الترانزستور احطه في الدايره بحيث يشتغل ك نوت جيت او اند جيت او اور جيت؟ طيب احنا طبعا هناخد جيتس كتيره، ونفرض مثلا النوت جيت. ايه هي النوت جيت؟ النوت جيت طبعا بعمل لها ريبريزنتيشن بي ان اي بيساوي اي بار، او ان انا السيمبل اللي هو الريكتانجولر وفي دايره هنا بيضاء، يبقى بحس يبقى داخل لي ايه وخارج مني اي بار. طيب الاي بار بعمل لها ريبريزنتيشن ازاي بالنسبه لل التروث تيبل؟ انا بيكون الاي لها قيمتين، يا اما 0 يا اما 1. لو دخل لي 0 هطلع 1، لو دخل لي 1 هطلع 0، يعني عكس اللي داخل. دي نوت جيت. الترانزستور بقى بيشتغل ازاي كنوت جيت؟
انت بتحط ترانزستور في الدايره بالمنظر ده، خلاص. طيب، وبتخلي انت عندك الفي سي سي هنا بتوصله بخمسه، يعني بتوصله هنا، وبتخلي الفي اوت هنا. الفي اوت هي ايه؟ نقطه متوصله فوق الترانزستور. الفي اوت دي هي النقطه اللي انا هقرا فيها هنا، يعني الفي اوت مثلا لو كب واحد يبقى انا كده ده الاوتبوت بتاع الايه؟ النوت جيت. الفي اوت دي هي النقطه بتاعت الايه؟ الاوتبوت بتاع النوت جيت. دايما لما اجي ارسم دلوقتي، لما تيجي بعد كده في اي جيت، في اوت معناها الاوتبوت بتاع الجيت، خلاص. طيب، خلينا نعمل تريسنج كده، ان ماذا لو انا دخلت الترانزستور بزيرو، يعني دخلت الفي ان دي اهي، دخلتها الانبوت للترانزستور خليته بزيرو الحاله الاولانيه، دخلته بزيرو يعني الاي بيس بكام؟ بزيرو. ده معنى الترانزستور شغال ايه؟ الترانزستور شغال اوبن سيركت. اوبن سيركت يعني ايه؟ يعني الفي اوت دي اصلا مش واصله هنا، خلاص. الفي اوت دي متوصله، يعني اوبن سيركت يعني مفيش كارنت، مفيش كارنت يعني مفيش فرق في الجهد، يعني النقطه دي متوصله بالنقطه دي على طول، خلاص. فدي هتبقى بكام؟ بخمسه. دخلت لي انت زيرو، الفي ان كان بزيرو، يبقى الفي اوت بخمسه. الفي اوت بخمسه دي رقم اكبر من زيرو، بعمل له سيميوليشن بايه؟ بواحد، خلاص. دي الحاله الاولانيه. طب ماذا لو انا كنت دخلت لك النوت او الانبوت بتاعك بواحد، شلت ده ودخلته بواحد؟ واحد ده يعني الاي بيز مش بزيرو، يعني هيشتغل ايه؟ اوبن سيركت، سوري، شورت سيركت، هيشتغل شورت سيركت. لو انت خليت لو انت الفي ان بواحد، ده معناه ان الترانزستور هيشتغل ايه؟ هيشتغل كشورت سيركت. شورت سيركت يعني داخله هيعدي. طيب، انا داخل خمسه، تمام، دخلت على ريزيستنس، الريزيستنس ايه؟ قللت زي ما قللت، بس في الاخر عندك الفي اوت مالها؟ متوصله هنا اصلا بايه؟ بالجراوند، لان ده شورت سيركت، الجزء ده شورت سيركت، فالفي اوت وصلها بالجراوند، يعني الفي اوت بكام؟ بزيرو. الفي اوت بزيرو، تمام. الفي اوت بزيرو ده معناه ان خلاص انا ده انت دخلت لي زيرو هطلع لك واحد، دخلت لي واحد هطلع لك زيرو. فاهمين النوت جيت دي؟ حد معايا؟ طيب، مش عارفة انتوا سامعيني؟ ايه، سامعين حضرتك، سامعين حضرتك. طيب، لو دي النوت جيت، خلاص. النوت جيت لو انت دخلت زيرو هيطلع لك واحد، لو دخلت واحد هيطلع لك زيرو. وده لو الترانزستور شغال بيشتغل ساعات يا اما شورت سيركت يا اما اوبن سيركت. هيوضح الدنيا اكتر برضو لو اتعاملت مثلا مع الاند جيت. دي الجيت الثانيه. طيب، دي الاند جيت، وبعمل لها ريبيتيشن بكده، بحيث ان يبقى داخل لي مثلا الانبوت الاولاني A، وهنا الانبوت الثاني بي، الاوتبوت بتاعي بيكون A دوت بي او الـ A اند بي. التروست تيبل بتاع الاند جيت بيكون فيه كل البوسيبل فاليوز بتاع الاي والبي. هلاقي ان البوسيبل فاليوز بتاعت 0 0 0 1 1 1 0 1 1. الاند جيت بتطلع لي واحد بس في الحاله الاخيره، تمام. عايزين نثبت ان ازاي احط كذا ترانزستور مع بعض بحيث هو في الاخر يشتغل لي كاند جيت. طيب، هنحط ترانزستورز مع بعض بالمنظر ده، عندي ترانزستور وبعدها ترانزستور كاسكيدد او سيريز يعني ورا بعض، خلاص. بحيث يبقى دي الفي سي سي، وده الفي اوت، ودي الفي ان الاولانيه، ودي الفي ان الثانيه اللي هي مثلا دي الاي ودي الاي البي. حط لي كده مثلا الحاله الاولانيه ان ده بزيرو وده بزيرو، الاي بزيرو والبي بزيرو. لو الاي بزيرو والبي بزيرو، ده معناه ان ده الاي بيز بزيرو، والاي بيز هنا بزيرو، ده شغال ايه؟ اوبن سيركت. دي اوبن سيركت ودي اوبن سيركت. اوبن سيركت يعني السلك الاسلاك دي مقطوعه. يبقى الفي اوت متوصل على الفي اوت. بما ان اوبن سيركت فما فيش كرنت، فالفي اوت دي هتوصل على طول بايه؟ بالزيرو. ما فيش كرنت يعني مش ريزيستنس دي مش تاخد حاجه،
عندك الفي اوت موصله ايه بالزيرو على طول، هيبقى الفي اوت بزيرو، يبقى الاوتبوت بتاع الاند جيت بزيرو. طيب خلي لي الاي والبي، خليني واحده فيهم بزيرو، لو واحده فيهم بس على الاقل بزيرو ده هتبقى اوبن سيركت، ودي مثلا شورت سيركت. هي لو دي اوبن سيركت ودي شورت سيركت، الخمسه دي مش هتوصل لاي حاجه، مش هتوصل هنا لان في واحده فيهم مقطوعه. تمام، فلو واحده فيهم مقطوعه يبقى الفي اوت مش متوصل فوق، يبقى الفي اوت دايما متوصل ايه بالزيرو. فالثلاث حالات الاولانيين الفي اوت متوصله بالجراوند، لان يا اما الاثنين اوبن سيركت يا اما في واحده فيهم اوبن سيركت، يبقى في الاخر الفي اوت مش متوصله بالفي سي سي. طيب لو كان الاثنين بواحد يعني الاثنين شورت سيركت، هيبقى الفي سي سي متوصله على طول بايه؟ بالفي اوت، لان دي شورت سيركت، دي شورت سيركت ودي شورت سيركت، يبقى الفي اوت الفي سي سي متوصله بالفي اوت. هيبقى الفي اوت بكام؟ بخمسه، خمسه اللي هي ايه؟ مش زيرو، يعني رقم اكبر من الزيرو. يبقى لو حطيت تو ترانزستورز مع بعض كاسكيدد ورا بعض او سيريز ورا بعض، يبقى انت كده ايه بتقدر تكون الاند جيت ده ترانزستور. عايزين نكون الناند جيت اللي هي عكس اند. طبعا الناند جيت دي المفروض دي بواحد، خلاص يعني لو احنا عملنا كده كنترول زد هتلاقي ان لو السلايد احنا ما كنتش عدلتها تبقى هي شكلها كده. طبعا دي غلط، الترو ستيبل بتاع الناند ان هي عكس الاند اهي. الاند 0 0 0 1 عكسها 1 1 1 0، تبقى كده 1 1 1 0. تمام، عايزه اعمل ترانزستورز يتوصلوا مع بعض بحيث يبقى في الاخر ايه يديني شكل الاوتبوت ده. طيب طبعا عندي ده الايه وده البي وده الفي اوت. طيب 0 0 يعني ده اوبن سيركت وده اوبن سيركت، لو الاثنين اوبن سيركت ده معناه ان النقطه دي مش متوصله خالص بالنقطه دي، فما لناش دعوه بقى هي متوصله بايه. الدنيا دي اوبن سيركت فما فيش كرنت، فدي متوصله بدي، فالفي اوت بكام؟ بخمسه، بخمسه اللي انا عامل لها سيميوليشن بايه؟ بواحد. تمام، لو عايز اخلي لو جيت بعد كده خليت الاي والبي واحده بزيرو وواحده بايه؟ بواحد. لو واحده بزيرو وواحده بواحد، خلي مثلا دي بزيرو ودي بواحد، دي شورت سيركت. لو واحده بزيرو وواحده بواحد ايه اللي هيحصل؟ برضه هتبقى ايه؟ الفي اوت مش متوصله هنا، لان التوصيله مش واصله، واحده اوبن سيركت وواحده شورت سيركت، فيبقى الفي اوت مالها؟ متوصله بفوق، فالفي اوت بكام؟ بخمسه. طيب وهكذا من الحاله الثانيه لانها عكسها. طيب لو انا خليت بقى الاثنين بواحد يبقى الاثنين ايه؟ شورت سيركت. اثنين شورت سيركت هتبقى ايه؟ دي هتبقى شورت سيركت ودي هتبقى شورت سيركت، خلاص. لو دي شورت سيركت يبقى الفي اوت متوصله بايه؟ بالزيرو، والفي اوت شورت سيركت هيبقى الفي اوت متوصله بالزيرو، فدي دي طبعا ايه؟ الزيرو. دي الفانكشن بتاع الناند، دي الايه؟ التالت جيت، خلاص. طيب بعد كده في الاور بتوصل احنا يعني ايه؟ هما بارلل مع بعض، يعني مش الانبوت بتاع ده بيوصل لده، لا هما الاثنين شغالين مع بعض، الاثنين شغالين في نفس الوقت. طيب مبدئيا ده شكل الاور جيت، الاي والبي، وبيطلع لي الاي بنسميها ايه؟ بلس بي، بس هي اسمها ايه؟ اور بي. التروست تيبل بتاعها بيكون صفر ثلاث وحيد، يعني هي بتطلع لي دايما واحد، لو في اتليست في واحد هي بتطلع واحد. تمام، دي الاورجي. طيب ازاي بقى اوصل كذا ترانزستور مع بعض بحيث يشتغل كاور جيت؟ انت بتوصل الترانزستور دول مع بعض بالمنظر ده بحيث يبقى عندك ده الفي سي سي ودي برضو في سي سي، يعني الفي سي سي متوصله للترانزستور ده والفي سي سي متوصله للترانزستور ده. تمام، والفي اوت هنا، الفي اوت متوصله لنهايه الترانزستور ده والفي اوت متوصله لنهايه الترانزستور ده. اللي هطلع فيهم اوتبوت يعني فاليد الفي اوت هتاخده.
طيب خلينا نحط مثلا الاثنين بزيرو، يعني الفي ان هنا بزيرو وده بزيرو، فده هيبقى اشتغل اوبن سيركت وده هيشتغل كاوبن سيركت. فالفي اوت الفي سي سي مش هتوصل خالص للفي اوت اصلا، وهنا برضو الفي اوت هنا مش هتوصل لان دي اوبن سيركت، يبقى الفي اوت متوصله بايه؟ بالزيرو على طول، يبقى انت عندك زيرو. تمام. طيب لو انت مثلا دلوقتي شغال، لو عايز واحده زيرو وواحده 1، يعني دي زيرو ودي 1، هيبقى ده اوبن سيركت وده شورت سيركت. شورت سيركت يعني الخمسه دي متوصله مباشره بايه؟ بالفي اوت، يبقى الفي اوت بخمسه. تمام. فيبقى بواحد. الكيس دي عكس الكيس دي، خلاص خلينا مثلا في واحد وواحد. لو انت عندك دي واحد وواحد، هنا الخمسة واحد واحد، يبقى دي شورت سيركت. تمام. الخمسة دي هتوصل على طول لايه؟ للفي اوت. الفي اوت يبقى خمسة، وهنا دي شورت سيركت، فدي الخمسه دي هتوصل على طول ايه؟ بالفي اوت، هيبقى الفي اوت بخمسه، يبقى خلاص الفي اوت بواحد. تمام. دي الاور جيت. طيب بعد كده النور جيت اللي هي نوت اور. انت بكل بساطه يعني لو فرضنا ان احنا فهمنا الجيتس التانيين، انت بتعمل اور جيت وتحط بعدها نوت جيت، بس كده. دي النور، بتحط الجيت بتاع الاور وبتحط بعدها الاوتبوت بتاعها، بيكون الفي اوت اللي احنا متعودين عليها اللي دي الحته دي، بتخليها هي الانبوت الايه؟ للبيس بتاع الايه؟ السيركت الثاني. خلاص. طبعا دي شكل النور. هي كانت الاور 0 3 وحايد، هتبقى 1 3 اصفار، لان هي نور عكس الاور على طول. خلاص. طبعا دي مش محتاجه تريسنج، هي بالمنطق يعني كده. الاكس اور، الاكس اور دي يعني دي جيت. لو فرضنا مثلا دي الاي ودي البي، بيطلع لي الاي مش بلس، بقى بلس وجواها سيركل، وجواها سيركل قصدي ايه؟ البي. ايه اكس اور بي؟ الترو ستيبل بتاع الترو ستيبل بتاع الاكس اور بيكون عباره عن 0 1 1 0. هي بتطلع امتى؟ بتطلع لما يكون في ايه؟ اود نمبر بين الوحايد، عدد وحايد فرد. خلاص. وانت عندك عدد وحايد فرد، هيطلع لك يطلع لك هنا ايه؟ واحد وهنا واحد، غير كده بتطلع زيرو. خلاص. هي الاكس اور يعني هي دي لها اثبات، يعني المفروض لو انتوا بس انتوا لسه ما خدتوش الكورس بتاع لوجيك ديزاين، بس انت ممكن تشيل الاكس اور وتعمل لها ريبريزنتيشن بناند. يعني الاثبات ده يعني لو انتوا خدتوه فانت هتساعد نفسك انك تفهم السيركت دي، لو ما خدتهاش مش مشكله. بس هو في كل الاحوال ان انت عشان ترسم الاكس اور زي ما انا عملت هنا، عشان ترسم النور ما اضطرتش ان انا الف، انا رسمت الاور وبعدين الايه؟ النوت. هنا برضو الاكس اور بروفد ان هي كان بي ريبريزنتد باي كذا ناند جيت ورا بعض، ترسم ناند وبعدين ناند وبعدين كده. خلاص. فطبعا شوف انت الناند كنت بتعمل ريبريزنتيشن بايه، فهتحط كذا ترانزستور هنا بتاع السيركت بتاع الناند، وبعدين ايه؟ الاول بتاعها بيروح للاثنين ناند التانيين. دي كانت المحاضرة دي، احنا شرحنا فيها الـ Voltage Divider Approximate Method، وشرحنا فيها الـ Characteristic Curve بتاع الترانزستور، وشرحنا فيها الترانزستور Applications، وطبعا عملنا مراجعة في الأول على على الحاجات اللي احنا خدناها في الأول. ايه المفروض تعرفه في الترانزستور؟ المفروض تعرف يعني كل اللي احنا خدناه المفروض تعرفه وتفهمه، تفهم احنا ليه بنخرج من 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 كونفيجريشن للتاني، وايه ميزه كل كونفيجريشن على التاني، وايه ميزه الكاركترستيك كيرف، وازاي الترانزستور ممكن بعد فاليوز معينه ممكن فعلا يخرج من الاكتف مود، بعد فاليوز معينه الاي سي او بعد فاليوز معينه للفي سي اي ممكن يخرج من الاكتف مود.
وبالتالي مش هيشتغل كامبليفاير. لو انت انترست تشتغل كامبليفاير يبقى انت انترست بالكاركترستيك كيرف. يعني في ابلكيشنز كتيره للترانزستور همها ان الترانزستور ممكن يشتغل في اللوجيك جيتس. انواع الترانزستورز، الترانزستور مودز، الترانزستور كونفيجريشنز، انواع الترانزستور ان بي ان وبي ان بي والمودز بتاعته الاربعه والكونفيجريشنز الثلاثه اللي احنا لسه واخدينهم، والكيرف والجيتس. يعني هو الترانزستور بس ما هو يعني انا ما اعرفش هو لو انا كطالبه اخاف منه، بس انا يعني انا دلوقتي شرحت وبكل الطرق، يعني مثلا في سيكشن، في محاضره، في على النت، في ممكن تسال، في حاجات كتيره. فيعني ايه، وطبعا هتاخدوا كويز 3 عليه على الترانزستور، طبعا هيبقى براكتس كويسه، يعني حاجه كويسه لو انت دخلت كويز 3. فاتمنى طبعا ان انتوا، طبعا العدد كان قليل، ما اعرفش هل ظروف المحاضره وهل في حد ما كانش يعرف ولا هي مش يو ار نوت انترستد، اتس اب تو يو يعني. بس هي الفكره ان اتمنى يعني ان انتوا تهتموا بالترانزستور، لان هي مش سؤال، دي اسئله لو هو بالنسبه للاسئله يعني. لكن كتوبك في جامعه خاصه مبنيه بس عشان تدرس الترانزستور، في جامعه يعني مثلا جامعه القاهره دي، في جامعه تانية اسمها جامعه زويل بس عشان تدرس الترانزستور اتعمل ازاي واتعمل ليه وبيتطور ازاي وايه الكاركترستيك بتاعته وايه هي الابلكيشنز بتاعته وبيصنعه كل حاجه. فالترانزستور مش توبك مجرد مثال او مساله، الترانزستور از انفنشن او اختراع او ثوره في عالم التكنولوجيا في الفترة دي. تمام، فربنا معاكم، ودي المحاضرة الأخيرة. ولو في حد طبعا عنده أي أسئلة ممكن يبعت على الإيميل، وأتمنى طبعا يعني ربنا معاكم. تمام، في حد عنده أي أسئلة؟ خلاص ماشي. هو انتوا لو مفيش حد عنده اسئله ممكن يعني تعملوا تخرجوا من ال تخرجوا من ال ايه؟ ممكن سؤال؟ اتفضل. المحاضره دي هل هتتسجل وتنزل ريكورد عليها؟ هو انا مسجلاها بس انا ما كانش في دماغي انزلها، بس خلاص ماشي انزلها. يعني انا بس مش عايزه حد يتلخبط ان انا ايه يعني انا ودكتور منى، بس خلاص يعني انزلها او ابعتها لكم انتوا على الجروب بتاعكم يعني. تمام؟ تمام. خلاص، اللي موجود لو ما عندوش اسئله يتفضل يخرج، انا اخرج بعد ما انتوا تخرجوا.